السلام عليك أيها البيطري. أنت ألست مبيطرا؟ نعم حقا أنا المبيطر. كم تأخذ على بيطرة هذا الجواد؟ نصف دينار على بيطرة كاملة، ربع دينار على بيطرة مثلثة، نصف الربع دينار على نصف بيطرة، ربع الربع دينار على بيطرة واحدة. أريد بيطرة كاملة، وسأدفع لك بدلا نصف دينار 5 دنانير، شرط أن تتقن عملك كل الإتقان. أريد عملا متقن وسريعا جدا جدا. 300 دينار. خذ هذه هي 5 دنانير. ونصف وخمسة دنانير. هيا أسرع، أريد عملا متقنا وسريعا. هيا أسرع. فهمت؟ حسنا 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 حسنا، فهمت كل ما تريده. تريد عملا متقنا وسريعا. انتهى العمل متقن وسريع. بهذه السرعة؟ يبدو أن الذي كان يبيطر لك قبلي كان بليداً. يبيطر لي؟ أجل يبيطر لك؟ قل يبيطر لجوادك، لولا أني مسافر وأنك أنجزت عملك بسرعة واتقان لضربتك. يبيطر لجوادك، يبيطر لجوادك. اذهب، رافقتك السلامة، وبأمان الله وليحفظك الله. أبا زيد، أبا زيد، تعال تعال. خيرا إن شاء الله. أي عمل أفسدت وأي شر فعلت؟ على العكس، على العكس يا أبا زيد. لقد قبضت 5 دنانير على بيطرة واحدة، واحدة فقط. وأي مجنون دفع لك هذا المبلغ؟ ليس مجنونا يا أبا زيد، إنه رجل كريم وحسب. سأروي لك ما حدث. ما الأمر؟ شرطة مرة ثانية؟ أنا لم أصنع أقفالا للوالي. ربما صنعت ما هو أفظع. أفظع؟ أكان الآن عندك رجل ومعه جواد جاء ليبيطره؟ نعم، وبيطرت له وسافر. أقال لك إلى أين؟ لا. من أي جهة من السوق خرج؟ من هنا. عرفت مقصده. ما الأمر؟ إنه أمر خاص بنا يا أبا زيد. هيا هيا نكتفي أثرا. هيا أبا زيد. لماذا يطلبون الرجل؟ هذا أمر خاص بهم يا صالح. هيا عد إلى عملك، عد إلى عملك. نصف دينار على ربع بيطرة، ربع بيطرة على نصف دينار على ربع بيطرة، ربع بيطرة على نصف دينار، ربع دينار على نصف بيطرة، نصف دينار على بيطرة كاملة، ربع دينار على بيطرة. يا صالح، صالح، صالح. نصف دينار على بيطرة كاملة، ربع دينار على بيطرة مثلثة. يا صالح، أكنت تحلم بالبيطرة؟ أليست مهنتي يا أبا زيد؟ يجب أن أحلم بها. أحسنت، أحسنت يا بني، ليبارك الله فيك. هذه المرة يبدو أن صالح سيمكث بعمله وقتا طويلا. إن شاء الله. أنا فخور بك يا صالح، يا تلميذي الفطن النبيه. شكرا لكم جميعا. والآن هل أستطيع العودة للنوم كي أكمل حلمي؟
يا صالح 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 صالح، علينا أن نذهب إلى السوق، أنت إلى دكانك وأبوك إلى دكانه وأنا معكما.